مرحبا بكم. ألواح يكتنفها اللبس والغموض، وتثار حولها العديد من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها إلى يومنا هذا. ألواح ضخمة مصنوعة بطريقة هندسية غامضة، لوحتت عليها وصايا مرعبة بلغات مختلفة. صاحب فكرة هذه الألواح مجهول الهوية، مما زادها غموضا ودهشة. إذن ما السر وراء هذه الألواح الغامضة؟ وما الغرض من بنائها؟ وما قصة الوصايا الشيطانية المكتوبة عليها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا الفيديو. ألواح أو نصب جورجيا، المعروفة أيضا باسم ستونهنج الأمريكية، وهي ألواح ضخمة من الجرانيت يبلغ ارتفاعها حوالي 6 أمتار وتزن حوالي 100 طن. تم اكتشافها في مارس من عام 1980. بدأ كل شيء سنة 1979 عندما جاء رجل غير معروف باسم مستعار يسمى روبرت سي كريستيان إلى شركة متخصصة في صناعة الجرانيت ليطلب منهم بناء نصب تذكاري يحمل رسالة خاصة للبشرية. تضم هذه الألواح 10 وصايا منقوشة بلغات مختلفة، بالعربية والعبرية والإنجليزية والإسبانية، وكذا المسمارية البابلية والسنسكريتية والهيروغليفية المصرية. ومن بين ما جاء في هذه الوصايا: أولاً، أبقوا عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون نسمة. ثانياً، وجهوا التناسل بحكمة مع تحسين اللياقة والتنوع. ثالثاً، وحدوا الجنس البشري بلغة حية جديدة. رابعاً، تحكموا بالعاطفة وبالعقيدة والتقاليد وبجميع الأشياء بمنطق معتدل. خامساً، أحموا الناس والدول بواسطة قوانين عادلة ومحاكم منصفة. سادساً، دعوا جميع الدول تحكم داخلياً مع تصفية النزاعات الخارجية في محكمة عالمية. سابعاً، تجنبوا القوانين التافهة والموظفين عديم الفائدة. ثامناً، وازنوا بين الحقوق الشخصية والواجبات الاجتماعية. تاسعاً، أجلوا الحقيقة والجمال والحب. عاشراً، لا تكونوا سرطاناً على الأرض، أفسحوا مكاناً للطبيعة. أفسحوا مكاناً للطبيعة. كانت هذه الوصايا العشر بمثابة إرشادات تحذيرية للأجيال المقبلة، ومنهم من قال عكس ذلك، أن هذه الوصايا إنما هي مؤامرة تدس في الخفاء. كما أن هذه الألواح تستخدم لإجراء ملاحظات فلكية وضبط المواقيت. ومما تم التداول له أن تحت هذه الأعمدة توجد كبسولة زمنية ضخمة دفنت منذ سنة 1937. وكمعلومة، فهذه الكبسولة عبارة عن صندوق يحتوي على قطع أثرية وسجلات تاريخية كالتي تم اكتشافها أثناء تفكيك قاعدة ثمتال الجنرال الكونفدرالي روبرت لي بولاية فيرجينيا. لتثار بعد ذلك عدة فرضيات حول من بنى هذه الألواح. منهم من قال أنه طائفة من المتنورين، ومنهم من قال أن هذه نظرية عبادة الشيطان. رأي آخر يقول أن طائفة الصليب الوردي هم من وضع هذه الألواح. ومنهم من ربط هذه الألواح بنظرية المؤامرة، وأن هناك رجال في الخفاء يتحكمون في نظام العالم. لكن هذه الألواح تعرضت للتفجير في 6 يوليو عام 2022، وإلى يومنا هذا لم يعرف من بنى هذه الألواح،
كما لم يعرف من قام بتفجيرها. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة، إلى اللقاء.